مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. شهد الدينار التونسي ارتفاعا ملحوظا منذ أواخر السنة الماضية، إذ بلغت قيمته حاليا 2.17 مقابل الأورو و 1.6 مقابل الدولار الأمريكي، ليحقق ارتفاعا بنسبة 4% مقابل الأورو و 6% مقابل الدولار الأمريكي. ورغم هذا التحسن، إلا أن الثقة في الاقتصاد التونسي ما زالت نسبية حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي. بعد انهيار تواصل على امتداد أشهر عديدة، بدأ الدينار التونسي يستعيد عافيته أمام العملات الأجنبية الأساسية، إذ ارتفعت قيمة الدينار ب 6% مقابل الأورو وب 4% مقابل الدولار الأمريكي. الأورو يساوي دينارين و17، عرفنا كونه 17 قريبا أنه حرر الميزان، كونه 2017 هو شبه سعر الصرف المتوازن ديكيليبر. بالنسبة للدولار، يعني الدولار يساوي 1.6، وهذا انعكس إيجابا على مستثمرين أجانب وغير مقيمين اللي دخلوا معناه أموال معناه بغاية استثمار في تونس، وهذا اللي خلى معناه الاحتياطي العملة بالعملة الأجنبية في تونس اليوم ولا في 108 يوم. وحسب محافظ البنك المركزي، فإنه رغم ارتفاع قيمة الدينار أمام الأورو والدولار الأمريكي، إلا أن الثقة في الاقتصاد التونسي ما تزال نسبية. ثقة رجعت شوية بشوية، مازلت هشة، أنا أقول لك ما نسرعوش في الحكم، مازلت هشة، أي شيء نجم يقلب المشاميع، يلزم الأمور تمشي والبرنامج السياسي يمشي حسب ما هو مخطط، وكذلك إرهاب ينتهي أو يقضى عليه. ارتفاع قيمة الدينار التونسي نتج عن تحسن الوضع السياسي في البلاد منذ بداية السنة الحالية، واعتماد البنك المركزي سياسة صرف جديدة منذ أواخر السنة الفارطة. وصلنا إلى مستوى معين، عملنا سياسة داخلية على أساس أن نعود نشوف بالضبط أين من وجود العملة الصعبة في تونس في أي حسابات. شجعنا البنوك و المؤسسات على استعمال العملة الصعبة الموجودة. آخر الإجراءات هو الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي من 4% إلى 4.5%، وهذه تقريبا الآلية الأكثر تأثير على في السوق النقدية. خبير الاقتصاد عز الدين سعيدان أكد أن قيمة الدينار التونسي ما زالت متذبذبة، وأن نسبة تحسنه تبقى نسبية. العملة التونسية تحسن التسعير متاعها، وهي الحقيقة رجوع إلى وضع عادي، مش تحسن بمعنى التحسن، لأن الوضع الاقتصادية لم تتغير بعد، وبالتالي العملة تنتظر الآن ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة الجديدة، هل هي ستتجه نحو الإصلاح الاقتصادي والمالي. وللتذكير، فإن الدينار التونسي انخفض خلال السنة الفارطة بحوالي 10% مقابل الأورو و 6% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، ما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم وعزوف المستثمرين.